البنت دي اول ما فتحت عينيها وصحيت من النوم اكتشفت انها بقت لازم تهتم بالبيت وبقت هي ربة منزل، ولقت ان في البيت كمان في طفلين لازم تهتم بيهم، وده بالاضافة كمان ان بقى عندها زوج جميل. فجأة بدأت تصرخ من كل اللي بيحصل حواليها، وفضلت تصرخ وتقول انا لسه ما اتجوزتش وازاي كل ده بيحصل معايا. اتضح ان البنت دي اسمها ايان وهي محامية ناجحة جدا، وكالعادة بتاعتها هي كانت مروحة بيتها بعد اليوم 996 ليها في الشغل. بس فجأة هي عملت حادثة بالعربية بتاعتها، ولما فتحت عينيها بعد الحادثة شافت انها في الجنة. كان في راجل قاعد قدامها وقال لها انها تقدر تعيش 50 سنة كمان، بس قال لها انا عارف المتدربين الجداد ما بيشتغلوش بشكل كويس، وقال كمان انه هيرجعها تاني لحياتها، لكن الاول هي لازم تعيش حياة حد تاني لمدة شهر، ده علشان هم هيصلحوا خطأ حصل وبعد كده هيرجعوها لحياتها العادية تاني. ايان كانت بتسمع كل اللي بيقوله مصدومة، وقالت له انتوا الادارة عندكم في الجنة وحشة جدا، وقالت له هو مفيش طريقة تانية غير اني اعيش حياة مش حياتي. قال لها في انك تموتي. اتصدمت جدا من رده وكان لازم ترضى بالامر الواقع. بعد كده حصل نور قوي جدا قدامها، ولما فتحت عينيها كانت رجعت للحياة وما بقتش في الجنة، لكن هي بقت زوجة ما بتشتغلش وقاعدة في شقة عادية. ولما بصت في المراية شافت انها بقى شكلها مبهدل وشعرها منكوش، ورجعت تصرخ تاني من الصدمة. هي كانت بس بتسمع ان لما تعمل جرائم انك بتنزل من الجنة للارض، لكن هي ما كانتش تعرف انك لما تعمل جرائم هتتحول لزوجة. والحوار ما وقفش عند كونها زوجة بس، لا دي كمان بقى عندها ابن صغير ولازم توديه لاتوبيس المدرسة. ولما وصلت عند مكان اتوبيس المدرسة الامهات التانية اخدوها علشان يتمشوا، وبدأت انها تعرف حاجات من كلام الامهات دي، وهو ان هي اتجوزت وهي عندها 18 سنة. هي كانت بدأت تحس انها متضايقة جدا من حياتها دي، وبعد كده الامهات دي اخدوها وقعدوا في كافيه، بس هي كانت لسه مستغربة ومتضايقة. بعد كده لما روحت حاولت انها تقلع خاتم جوازها، بس اول ما حاولت تقلعه ظهر الراجل اللي من الجنة وقال لها لو انت خلعت الخاتم ده هيخليها تموت وما ترجعش لحياتها ابدا. وكان على ايان انها تكمل في حياتها دي، وقررت انها مش هتعيش العيشة الفقيرة دي، وراحت للسوبر ماركت واشترت لحمة ومبيز احمر وحاجات كتير غالية، وعملت عشاء حلو جدا للاسرة، وقالت لهم وهم قاعدين ياكلوا انها عايزة تروح اجازة شهر، ولو انهم مش هيعرفوا يعملوا امل لنفسهم ممكن يجيبوا مربية تساعدهم. البنت الصغيرة دي كانت معترضة على اجازتها، وقالت لها ان احنا عيلتك وما ينفعش تعملي كده، وقالت لها ازاي هنجيب فلوس لسفرك وكمان فلوس لمربية. ولما ايان سمعت الكلام ده رجعت في قرارها وانها ممكن تروح لعائلتها، بس هي ما كانتش تعرف ان ابوها وامها ماتوا من فتره طويله، وطلع ان كمان ما عندهاش عائله تروح لها، وبكده خطتها باظت وبدات تشرب في الخمره من كتر ما كانت متضايقه. بعد كده جت تدخل اوضتها علشان تنام في الوقت اللي المفروض جثه قام من على السرير، وبدا انه يحاول يعمل معاها علاقه حميمه، لكن هي بسرعه قدرت تمنعه وتضربه ووقعته من على السرير، وقالت له انت بقى اللي خدعتني وخليتني اتجوز وانا عندي 18 سنه بس، وحياتي اتعطلت بسببك، وقالت له انها عايزه ترفع عليه قضيه ويتسجن مدى الحياة. وخلصت كلامها وقالت له اوعى تحاول تلمسني تاني. بعد كده خرجت ايام وراحت تنام على الكنبة في الصالة، وبكده ادركت ان مفيش اجازة هتاخدها وانها بس اللي تقدر تعمله انها تشتري شوية هدوم جديدة لنفسها. بعد كده راحت ايام للشقة بتاعتها القديمة وبدأت تدور على الفيزا بتاعتها، بعد كده اخدتها وراحت للمول علشان تتسوق. ولما رجعت البيت جثة بدأ انه يشوف الحاجات الكتير اللي هي جابتها، وشاف انها صرفت 215 مليون ون كوري، وده بيعادل عشرات الملايين من اليوان الصيني، وان اللي صرفته ده كان ممكن يغطي مصاريف الاسره كلها لمده سنه، وهي ما كانتش عارفه تقول لهم ايه. بعد كده جت الشرطه وخبطت على بيتهم، واخدت الشرطه ايان وجثه ومشيو. كانوا بيتكلموا معاهم في امور عائليه وسالوهم ازاي انتوا قدرتم تستخدموا الفيزا بتاعه المحاميه الشهيره ايان. الشرطه كانت بتتعامل معاهم على انهم حراميه. ايان بعد اللي سمعته ما كانتش عارفه ترد تقول ايه، وفكرت انها مهما حكت لهم وشرحت هيبقى صعب انهم يفهموا، وكل اللي كانت هتقوله هيتفهم غلط. اتضح ان ايان وجثة دلوقتي كانوا مع بعض في نفس الجامعة، وان هو كان الاخ الصغير بتاع الاستاذ بتاعها، علشان كده اعتذر للشرطة جدا على اللي حصل واداهم الفلوس ومشيوا. ولما خرجوا من مركز الشرطة هي ما كانتش عارفة تبرر له اللي حصل ده ازاي، وبص لها كده وضحك ولعب لها في شعرها، والحركة اللي عملها دي حركت قلب ايان. ولما رجعت البيت كان لازم انها ترجع الهدوم لمصمم الازياء اللي اشترت منه، وده كان مخلي ايان حزينة جدا، وقالت لزوجها انها ما كانتش تقصد تعمل حاجة غلط. قال لها ما تزعليش كل
ده بسببي، انا ما بكسبش فلوس كتير. ومن بعد المشكله دي توقفت ايان عن الشكوى باستمرار، وبعد كده راحت ايان الشركه مع جثه علشان تبقى معاه. اليوم ده كانت ايان جميله جدا ولفتت انظار كل الموجودين، واخدها جثه شانغ سيان علشان يوريها المدير بتاعه. كان الرئيس بينتقد خطه كان واحد من الموظفين مقدمها له. ايان ما قدرتش تمسك نفسها واتخانقت مع المدير، فسحبها شانغ سيان بسرعه لبره. بس لما المدير اتكلم معاه تاني بوقاحه، شانغ سيان ما قدرش يسيطر على غضبه وضرب المدير. ايان ما كانتش عارفه تعمل ايه واتصدمت، لان جثه مش هو اللي مسؤول عن اللي حصل ده. واخدها شانغ سيان وراحوا قعدوا في مطعم، وبكده هو كان بيديها حب ورعايه جدا، بالرغم ان هو اصلا كان لسه متخلي عن الوظيفه بتاعته علشانها. هي عرفت من الجامعه انه كان مشهور وناجح فيها، لكن هو بدا انه يكون اسره من بدري جدا، وده اثر عليه. علشان كده هي بدات انها تتعلم انها ازاي تعمل الاعمال المنزليه، وقدرت انها تتاقلم وتعرف تتعامل مع بنتها المتمرده، وقدرت تعمل ده في وقت قصير. بس في اليوم ده بنتها رجعت فجاه من المدرسه مش في ميعادها، وكان جسمها مضروب ومتعوره، واتضح انها كانت راحت مع الولد اللي بتحبه بيته. فجاه الولد اللي هي بتحبه ده بدا يتحرج بيها، بس لحسن الحظ هي قدرت تهرب منه قبل ما يغتصبها. ايان كانت متعاطفه جدا مع البنت الصغيره وقررت ترفع لها قضيه. كان الولد اللي حاول يغتصب بنتها ده من اسره غنيه جدا، وقال المحامي بتاعه بصراحه ان احنا العيله بتاعتنا محدش يقدر يشوه سمعتها، لكن نقدر نسوق سمعه وندمر حياه اي بنت، وهيبقى احسن لكم اننا هنديكم فلوس كتير وتتنازلوا عن القضيه. ايان وقفت الاجتماع اللي كانت عاملاه ده ودخلت الحمام وقعدت تعيط، واتضح لها ان الاسره اللي معاها دي وحشه جدا وممكن تاذيهم. بس هي كانت في حياتها القديمه متعوده على ده، وده لانها كانت بتبقى محاميه للطبقه الغنيه، وكانت بتعمل صفقات زي دي كتير، وافتكرت اللي قالته الام واحده من الضحايا قبل كده، وبالظبط كان نفس الكلام اللي قاله لها المحامي النهارده، وده علشان كان بالنسبه لها الفلوس هي اهم حاجه. بس من ساعه ما حياتها اتغيرت فهمت ان في قيم كتير ومشاعر اهم من الفلوس. وبعد كده رجعت ايان للمحامي ورفضت العرض بتاعه، وقالت له انها سجلت كل كلامه، وبكده هو يبقى اعترف ان الولد ده ارتكب كل الجرائم، وكمان في قضيه رشوه، وبكده هي وبنتها هيقدروا يكسبوا القضيه، وبكده هي تبقى قدرت تساهم في انقاذ المجتمع من الفساد، وقالت انها هتفضحهم حتى لو سافروا بره البلد. ايان فعلا كانت قويه جدا المره دي. وبعدها على طول الولد قال للبنت الصغيره قبل ما تمشي انها بنت غبيه جدا وغريبه، بس ايان اتعصبت جدا منه وشدته من شعره وضربته ووقعته على الارض بقوه، وقالت له انا هخليك تعتذر لها قدام العالم كله. البنت الصغيره كانت مصدومه جدا من قوه امها وشجاعتها. بعد كده البنت الصغيره دي علاقتها اتحسنت جدا مع ايان، وبقوا زي الام وبنتها بجد، وبقوا سعداء جدا مع بعض، وكانت ايامها بتعدي وهي مليانه دفء وحب. الراجل اللي من الجنه ده ظهر لها تاني وقال لها انت المده اللي انت المفروض تقعديها خلاص خلصت. ايام في الوقت ده كانت عايزه تعتذر لتشانغ سيان للمره الاخيره، وبدات انها تودعهم كلهم واحد ورا واحد بس بشكل غير مباشر، وقدر تشانغ سيان انه يحصل على وظيفه مره تانيه، بس المره دي هو اترقى كمان. في الوقت ده فجاه الولد الصغير اغمى عليه، ولما راحت للدكتور عرفت ان عنده مرض خطير في العين، والحادثه دي كمان غيرت في حياتها وطريقه تفكيرها. ايان كان فضل لها 10 دقائق بس في الحياه دي وترجع حياتها القديمه، بس هي طلبت من الراجل اللي من الجنه انها تفضل في حياتها دي وتتخلى عن حياتها الاصليه. هو ما كانش موافق على ده ابدا، بس هي قالت له انها على الاقل عايزه تشوف عائلتها دي ولو للمره الاخيره، وهي بتجري بسرعه في الطريق ومن غير ما تاخد بالها كان في عربيه هتدسها، لكن الراجل اللي من الجنه انقذها وقال لها ده علشان تقدري تشوفي عيلتك. اول ما وصلت المستشفى حضنت بنتها جامد جدا، وبعد كده راحت ومسكت ايد ابنها المريض وهي حزينه وبتعيط، وبدات تقول له خلي بالك من نفسك وانها لازم تمشي المكان بعيد. بعد كده راحت لجثه وقالت له ان ياخد باله من الاطفال، وقالت له هي الدموع ماليه عينيها انها لازم تسيب المكان ده وان ده مش مكانها. وبعد كده حصل النور الابيض مره ثانيه، ولما فتحت عينيها كانت رجعت لحياتها الاصليه، وبسرعه راحت على المستشفى اللي فيها الطفل الصغير. بس هناك ما كانتش لاقيه عيله تشانغ سيان، وبدات انها تدور عليهم في كل الغرف، بدات تسال عليهم، وكله كان بيقول لها ما نعرفش عيله بالاسم ده، وكان كل اللي عاشته ايان ده كان حلم، واول ما صحيت كل حاجه اختفت. لكن ايان حياتها اتغيرت جدا بعد اللي حصل لها ده، وما بقتش بتقبل قضايا تخالف ضميرها، وبقت محاميه بتحارب من اجل العداله والحق. ومن بعد اللي حصل لها ده ركبت الطياره علشان كانت رايحه رحله لنيوزيلندا،
فجأة شافت تشانغسيان والأطفال، هي ما كانتش عارفة تقول لهم هي مين، وكانوا شايفينها إنها شخص سخيف بيرخم عليهم. وإيان تفهمت ده، بس كده هي حست إن حياتها الحقيقية هتبدأ فعلا، وهي قدرت تبقى معاهم من تاني، وما كانتش مستعدة أبدا تخسرهم تاني، وعرفت معاهم إيه هو معنى الحب والأسرة. وبكده يبقى انتهى فيلمنا بنهاية سعيدة. هو فيلم كابوس رائع. أشوفكم الفيديو القادم. سلام.